طمنا عليك. طمني عليك انت، انا كويس الحمد لله. اهلا بيكم في جمهورك الكريم يا استاذ احمد، زي حضرتك. ايه اللي حصل؟ والله اللي حصل من يوم الاثنين بالظبط، انا احكي لك بالظبط عشان مشاهدينك المحترمين يعرفوا بس احنا بنتعرض على مؤامرات ازاي. يوم الاثنين كلمتني واحده تقريبا اسمها رنا ولا رانيا، بعتت لي كذا مسج كده، انا رانيا من نيويورك تايمز. فبيني وبينك انا بخاف ارد على الاشكال دي لانهم بيحرفوا الكلام. فالمهم ما ردتش، تاني يوم غلست فرديت نعم يا فندم. قالت لي احنا عايزين نتكلم عن الاعلام المصري. قلت لها والله انا بطلت اطلع في الاعلام دلوقتي، فعندي كده الاعلاميين كتيره تقدري تاخدي منهم كلام. وقفلت كده والموضوع بالنسبه لي انتهى حتى الان. فوجئت امبارح باللي حصل ده اللي طلعته نيويورك تايمز، بتقول ان انا في ضابط مخابرات اسمه اشرف الخولي او شريف الخولي كلمني وقعد يقول ان القدس مش عربيه، احنا عايزين نعرف الناس ان القدس مش عربيه، ان القدس اسرائيليه، كلام من هذا القبيل. انا بس عايز اقسم بالله قدام الناس كلها استاذ احمد، اقسم بالله ما في حد كلمني من المخابرات العامه ولا المخابرات الحربيه ولا امن الدوله بخصوص هذا الموضوع نهائي. وانا قعدت سنتين في برنامج انفراد لم اتلقى اتصال واحد يقول لي قول ايه ولا ما تقولش ايه. وانا كنت صاحب قناه، لم املي على مذيع ايا كان المذيعين اللي عندي كلهم محترمين، لم املي على مذيع اقول ايه ولا اقول ايه، ولا حد بيكلمني. دي شهاده قدام ربنا في سنتين عمل عملتهم في قناه العاصمه. ده نمره واحد، بدء زي بدء. اثنين، هو قال ان الراجل ده بيديني معلومات او بيديني كلام عشان اقوله في الاعلان. انا يا استاذ احمد وانت تعلم تماما برنامجي وقف يوم 15/11 بالظبط. صحيح. ترامب طلع القرار تقريبا يوم 7 او 8 ديسمبر 8/12، يعني كنت انا مبطل بقى اكتر من 22 يوم. هل بالعقل كده لو في ضابط مخابرات بيكلمني مش عارف انا بطلع ولا ما بطلعش؟ يعني اكيد لو في ضابط مخابرات بيتواصل مع الاعلاميين يبقى عارف مين اللي بيطلع ومين اللي ما بيطلعش. نعم. وبعدين انا مش امبارح بطلت فهو كلمني النهارده. ده كلمني بعد، هو بيقول ان هو بلغني على قرار ترامب، يعني انا مبطل بقى لي شهر. هيكلمني يقول لي ايه؟ ولا يقول لي قول كده ليه؟ طبعا ده لم يحدث. وانا مفيش حد اولا اعرفه اسمه اشرف الخولي ولا شريف الخولي، ده اقسم بالله في حياتي لا من المخابرات ولا من بره المخابرات. الاسم بالذات ده التركيبه بتاع الاسم دي. ودي يا استاذ احمد عايز اقول لحضرتك حاجه، زي ما سمعت حضرتك في المقدمه وانت بتقول دي جريده دأبت على صنع الفتن في مصر. دأبت على صنع الفتن في مصر. دي يا استاذ احمد لو تفتكر كلام الرئيس من شهرين ثلاثه لما قال يا جماعه لازم يبقى عندنا فوبيا اسقاط الدوله، لو تفتكر هذا اللفظ من السيد الرئيس. نعم. فوبيا اسقاط هذه الدولة، الكلمة دي أنا عرفت معناها فعلا امبارح لما عرفت القصة دي. إن احنا كنا ناسيين وعمال نقول لا مفيش مؤامرات ولا لا طلع فيه. نيويورك تايمز دي ترامب نفسه قد إيه شتمها وقال لك دي جريدة أفاقة اللي هو رئيس الدولة اللي هي هتشتغل فيها. نعم. فبالنسبة لنا احنا هيقولوا علينا إيه؟ دول يا فندم ممولين، واحنا النهاردة كنا بنحارب جماعة الإخوان الإرهابية، دلوقتي أنت بتحارب دول يا أستاذ أحمد. قطر وتركيا دول دول. يعني يقدروا يمولوا هذه الجرايد اللي بتطلع علينا الاشاعات. هي نفس الصحيفه اللي قالت انه حبيب العدل بيشتغل مستشار لولي عهد السعودي واتضح انه اكاذيب واتضح الراجل موجود حبيب العدل موجود وسلم نفسه. سلم نفسه. يا فندم ترامب بيقول عليها ايه يا احمد بيه؟ ترامب بيقول عليها ايه؟ جريده كاذبه، جريده افاقه، ده صاحب رئيس الدوله اللي هم بيشتغلوا فيها. نعم. فهذه العمليه الخفيفه الخطوه التاليه ايه؟ هتاخد اجراء ازاي؟ أنا من مواجهه هذا الامر يكون في محامي دولي في الولايات المتحده الامريكيه. عايز اقول لحضرتك الصحف دي لما بتطلب تعويض بتطلب بالملايين. انا بالفعل يا استاذ احمد تواصلت مع الكابتن عزمي. ايوه. وهتواصل مع الاستاذ مفيد فوزي والفنانه يسرى ونعمل ده، وهنطلع بره وهنسافر بره ونرفع قضيه دوليه على هذه الجريده ونطلب تعويض. التعويض ده مش عشان يخصنا احنا، عشان نثبت للعالم كله ان هم عايزين يسقطوا الدوله المصريه. لا، ان هم قد ايه اكاذيب، لان هو لا يمكن يكون عنده اي دليل انه فلان اللي اتكلم مع حضرتك بيشتغل في حاجه فلانيه. طبعا طبعا. نعم. وبعدين انا بيكلمني يا استاذ احمد وانت بيكلمك 100 صحفي عايز ياخد رايك في اي حاجه، كل نعم. يوم بيكلمك 50 صحفي. نعم. فانا ممكن اكون كلمت 100 صحفي. نعم. واقول له رايك ايه ومفروض يحصل ايه وبتاع، فانا بقول رايي. نعم. بس ده رايي الشخصي يا فندم، لا يعبر عن الدوله المصريه. نعم. ولا يعبر عن البرلمان اللي انا عضو فيه. انا بتكلم عن رايي شخصي يخص سعيد حساسين لوحده. انما راي الدوله المصريه اعلن في مجلس الامن، تقدمنا بطلب لرفض هذا القرار. محتاج بكره انتوا مجلس النواب لازم يتكلم على هذا الموضوع، عندكم جلسات بكره تقريبا.
بكره انا طالب كلمه من الدكتور علي بيان عاجل عشان اوضح موقفي واعرف الساده النواب بكلمه سياده الرئيس، واحاول اذكرك تاني يا استاذ احمد بفوبيا اسقاط الدوله اللي احنا نسيناها. احنا فكرنا ان احنا خلاص بدانا نعبر. لا يا فندم، ده في يعني في دول عايزه تسقطنا تماما. وده ان شاء الله لن يحدث. انا بكرر لك تاني يا استاذ احمد ولكل جمهورك، لم يتصل بي اي احد من المخابرات العامه ولا المخابرات الحربيه ولا الامن الوطني طول ما انا شغال، اقسم بالله ده حقيقي. وبعدين يا استاذ احمد احنا قناه خاصه. صحيح، انا راجل في قناه خاصه. ليس ليس الامن الوطني السلطه عليا ولا المخابرات. ضميرك بس، انا راجل قناه خاصه. ضميرك بالظبط كده، واحنا قناه وطنيه ومعروفه وطنيتنا. صحيح، احنا طبعا يا باشا هو عايز يكسر. انت انت احمد موسى بتتلقط عناط كل يوم بشكل جديد، كل يوم صح ولا انا غلطان؟ ليه يوم. هو عايز يسقط احمد موسى ويسقط سعيد حسين ويسقط عزم امجاد، الناس اللي هي بتدافع بقلبها عن البلد. وهذا لن يحدث، نحن فداء لهذا الوطن وانا فداء لهذا الوطن. اولا استمر في القضاء وتضامن كامل معاكم كلكم. انا شخصيا متضامن، وانا بوعدك تضامن كامل، وانا مستعد لو وصلت ابيع هدومي عشان اروح اجيب محامي اجنبي في امريكا وارفع قضيه في وسط بلدهم. انا بقول لك انا مستعد لده، وتكلفته كلها هيبقى على حسابي. انا موافق برضه لو بعت بيتي حتى اللي انا ساكن فيه، اروح ارفع القضيه دي هناك عشان اخد حقي وحق بلدي، ويهمني حق بلدي، لان ليس المقصود سعيد حساسين ولا عزم مجاهد ولا مفيد فوزي ولا يسرا، مع احترامي لهم كلهم، المقصود هي الدوله المصريه يا احمد بيه. نعم. ولازم كل الشعب بتاعنا يعرف ده. تشويه مؤسسات الدوله. برافو عليك. والاعلام الوطني. برافو عليك. هو عايز يكسرنا واحد ورا الثاني، ان يخلص من سعيد حسين، يخلص من احمد موسى، يخلص من عمرو اديب، يخلص من وائل، يخلص من الناس دول اللي هم بيحبوا البلد. هيطلع لك مين بقى؟ اللي هم مدربينهم ومجهزينهم يجوا لك. نعم، اللي كانوا بيعملوا حوارات مع الرؤساء الامريكيين ويقابلوهم والحاجات كده. برافو عليك. ويحتفلوا بيهم في كل مكان. برافو عليك. تضحك ليه؟ ونقول حاجه؟ لا انت يعني الحقيقه يعني بلا في كلام يعني عايز اقوله لك، بس يعني خلاص خلينا بعد المداخلة. ان احنا متبرعين بالمحامي، انا شخصيا متبرع بالمحامي الدولي ده، ان شاء الله هيخليني نعمل توكيلات انا ويسرى ومفيد فوزي وعزم مجاهد مع احتفاظي بالالقاب، نرفع قضية دولية على هذه الجريدة الكاذبة. ولازم نفضح الجريدة. انا بتكلم احمد موسى كمان الصحفي اللي هو بنقول عليه كده عنده يعني المشبوه، بريدريك ده ولا فريدريك ده ولا باتريك، نقول عليه باتريك. الصحفي المشبوه. وبعدين احمد بيه يعني انا بكلم احمد موسى دلوقتي، لو حد خد المكالمه وقال ده مش احمد موسى، ده واحد ظابط في المخابرات، من يدري ان ده؟ وبعدين الناس في المخابرات، الناس كلها بتقول لك مفيش حد اسمه اشرف الخولي في اي جهاز امني. يعني مفيش اي حد اسمه اشرف الخولي. وبعدين الراجل سلامات النهارده بيقول كده. يعني هو خد مكالمه، الاسم غير موجود خالص. الهيئه العامه للسلامات قالت كده. يعني اذا ده هذا اختراق، وانا بقول لك ان شاء الله القضيه احنا هنكسبها لصالح مصر، وان شاء الله التعويض اللي هناخده هنتبرع بيه لصندوق تحيا مصر كمان. انا بوعدك بده يا احمد بيه. طب هايل، ده دي خطوه كويسه. لا والله العظيم هتاخده ان شاء الله تعويض محترم. انا هعمل اجتماع مع الفنانه يسرى والاستاذ مفيد وعزم جاد بكره ان شاء الله، بعد ما اطلع في البرلمان واقول كلمتي ان شاء الله هنعمل اجتماع ونشوف المحامي ده، وهتواصل وتساعدنا حضرتك بعلاقاتك برضو معانا، ونرفع القضيه هناك تحت امركم. والتعويض اللي هناخده سيبك من القيمه الماديه كام، ولكن احنا هناخد تعويض معنوي للدوله المصريه، وليس لسعيد حساسين ولا عزم جاد ولا يسرى ولا مفيد فوزي. احنا هناخد تعويض يثبت براءه الدوله المصريه من اكاذيب هذه الصحيفه الخائنه. اشكرك شكرا جزيلا سياده النائب سعيد حساسين.